النهارده الرئيس كان في السلسله الاخيره من سلسله جولاته في الكليات والمعاهد العسكريه والشرطيه في حفلات التخرج اللي استمرت على مدار ايام وليالي هذا الاسبوع. النهارده كان في فخر المؤسسه العسكريه الكليه الحربيه اللي هي مدرسه الرجال. النهارده كان في تخريج الدفعه 110 حربيه من الكليه الحربيه، هو وكبار رجال الدوله زي ما حضراتكم شفتوا، وشاف حفل التخرج واستعدادات وتمرينات ويعني نضال الابطال المستنين يقدموا دورهم ويخشوا جوه الخدمه العسكريه. النهارده تصريحات الرئيس النهارده الحقيقه كانت في سياق مختلف شويه. رئيس في المعاهد العسكريه في كليه الشرطه والبحريه وكذا على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا كان كلامه كله متعلق بالدعم للقوات المسلحه، واحنا بنطلع رجال والقوات المسلحه المصريه طول الوقت على مستوى الثقه وطول الوقت هتشتغل في السلم والحرب وفي التنميه وكذا. النهارده يبدو ان الرئيس كان عايز يلمح على اللي بيحصل في البلد، وخصوصا الموضوع اللي احنا مثلا كنا بنتكلم فيه دلوقتي بتاع موضوع فساد الاقماح ده. الرئيس التصريح الابرز اللي قاله النهارده ايه؟ قال لك نحن في دولة قانون، ده الكلام ده على لسان السيسي النهاردة، نحن في دولة قانون وأي حد يغلط هيتحاسب حتى ولو كان رئيس الجمهورية. كلامه ده ممكن يمشي على موضوع فساد الأقماح. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان موضوع فساد الأقماح ده هيجيب رجلين ناس تقيلة وكبيرة قوي. احنا حبسنا قبل كده، احنا عندنا سوابق بسم الله ما شاء الله زي الفل، احنا حابسين 2 رؤساء جمهورية فما بنخافش، وحبسين وزير زراعة فما فيهاش حاجة لو مسؤول كبير يتحبس لو فاسد، وما فيهاش حاجة لو وزير كبير يتحبس لو فاسد، ما فيش حد فوق القانون المفروض. وعندنا كمان موضوع بتاع المنيا، الأحداث الطائفية أو ما سمي بالأحداث الطائفية، أنا ضد هذه الفكرة. لازم برضو أي حد مسؤول عن إشعال الفتنة ومسؤول عن الدم الحرام الذي سقط يتحبس ويتعاقب. الدولة اللي بتسامح كتير تاخد على قفاها كتير، والدولة اللي القانون فيها أعور بيشوف بعين وعين تشيل كتير. عشان كده أنا سعيد بتصريح الرئيس النهاردة إنه أنا لو غلطت أتعاقب وأتحبس. تصريحات الرئيس. شعب مصر العظيم، أقول لكم وثقتي فيكم كاملة إننا قادرون معا على تحقيق آمال وطموحات وطننا وأبنائه بإرادتكم القوية وعملكم الدؤوب وبما أعلمه عن أصالة هذا الشعب وعزيمته ووعيه التام بمحاولات النيل من وحدتنا الوطنية وما يتربص بنا من مخاطر الإرهاب والتطرف وما نواجهه من أزمات في منطقتنا وتداعياتها. اسمحوا لي أخرج هنا وأتحدث معكم دقيقة واحدة. أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية. وإحنا كنا كلمنا أثناء فطار الأسرة المصرية عن أهمية إن إحنا كمصريين ننتبه قوي لكل المحاولات اللي بتبذل للوقيعة بين المصريين. وأنا من هنا من فضلكم خلي بالكم لما نيجي نتكلم على إن إحنا كلنا شركاء في مصر، ده معناه إن إحنا مصريين حقنا متساوي، مفيش لحد زيادة عن الحد التاني. وده كلام بنقوله مش بس بننطق بيه، لكن احنا عايزين كمان نمارسه في تصرفاتنا وفي ردود افعالنا مع بعضنا البعض. احنا 90 مليون، والتسعين مليون لو كل يوم هنشوف حادثة او عدة حوادث حتى ونتفاعل معها بغير موضوعية، ده مش هيكون لمصلحة الوطن. هقول مرة تانية، النقطة دي نقطة في منتهى الأهمية. احنا كلنا شركاء في هذا الوطن. والكلام ده وعهد الله، وعهد الله على نحافظ على تقاليد كليتي، على نحافظ على تقاليد كليتي في الداخل والخارج، في الداخل والخارج مطيع لأوامر قادتي، مطيع لأوامر قادتي مؤمنا بشعار كليتي، مؤمنا بشعار كليتي.
بمقر الكلية الحربية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. حفل استقبل فيه أهالي الخريجين الرئيس السيسي بعاصفة من التصفيق والهتافات ورفع الأعلام تعبيرا عن فرحتهم بمشاركته أبنائهم الاحتفال بالتخرج ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. إن القوات المسلحة وشعب مصر العظيم يتطلعون إليكم بعد أن تم تأهيلكم بأحدث العلوم العسكرية لتكونوا أقوياء في الحق، فرسانا في الخلق، أمناء في المسؤولية. فقوتنا المسلحة درعا واقيا تحمي الأرض وتصون العرض وتضع نصب أعينها شعارا خالدا يد تبني ويد تحمل السلاح. حفل شهد عروضا على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة تظهر مدى ما وصل إليه الطلبة والخريجون من قدرة قتالية خلال سنوات دراستهم. عروض كان من ضمنها محاكاة لطلبة الكلية الحربية المقاتلين الحاصلين على فرقة الصاعقة الراقية والمدربين على أعمال مقاومة الإرهاب، توضح كيفية تحرير مجموعة من الرهائن المحتجزين داخل إحدى وسائل النقل بأقل خسائر ممكنة. هنيئا لكم بأبنائكم جندا من خير أجناد الأرض، فهم طلبة الأمس وضباط اليوم وقادة المستقبل لتستمر مسيرة العطاء من جيل إلى جيل. حفل تخريج الدفعة الجديدة للكليات الحربية الذي شهد تصميم وتنفيذ خريج الكلية الفنية العسكرية طائرة بدون طيار وقدرتها الفائقة على تنفيذ مهام إسقاط حمل مفيد، قلد فيه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل خريج الكليات العسكرية المصريين والوافدين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم. صبر وتعلمت تحمل وتعلمت مواقف كتير تخليني اقدر اسبق سني في حياتي العمليه. تعلمت مواقف كتير علمتني الرجوله جدا، علمتني ازاي بقى اتحمل المواقف الصعبه، علمتني ازاي مش اي حاجه تكسرني. ان شاء الله بالنسبه لحياتنا اول ما اتخرج من الكليه ان شاء الله الواحد يقود الوحده بتاعته، جاهز لتضحيه بنفسه في اي وقت وتحت اي ظروف مناخيه، جاهز لخدمه الوطن باي اسلوب. ان شاء الله الواحد يفيد الجيش والقوات المسلحه ونبقى جاهزين لخدمه الوطن واحنا نحافظ على الوطن بتاعنا ده لحد اخر قطره من دمنا باذن الله. تعلمت طبعا حاجات كتيره جدا وصفات افادتني في حياتي بره وفي حياتي في العسكريه. تعلمت الصبر، الانضباط، التضحيه، تعلمت وامنت جامد قوي بالعقيده بتاعتنا اللي هو الايمان، انضباط، تضحيه. فرقت معايا في اني ازاي اخد قرار، ازاي اخد قرار سريع وفي نفس الوقت سليم. الحمد لله اتخرجت الاول على الدفعه. انا طبعا شعوري دلوقتي لا يوصف طبعا، لان ده فخر كبير وشرف كبير ان انا اكون الاول على الكليه الفنيه العسكريه اللي هي معهد هندسي عريق، ان انا احسن يعني وجهه نظري اللي انا شفته بالدراسه القويه اللي انا شفتها بالمناهج اللي هنا، ان ممكن ما كنتش ببالغ لو قلت اكبر معهد هندسي في الشرق الاوسط كله. الحمد لله تقدير العام امتياز مع وزاره الشرف، الحمد لله كل سنه امتياز. ترتيبي على شعبة الهندسة الميكانيكية الأول على الشعبة، على قسم المعدات الميكانيكية الأول على القسم، الترتيب العام على الكلية التاني على الكلية الفنية العسكرية. شعوري النهاردة بعد تخرجي من الكلية الفنية العسكرية بعد قضاء 5 سنين فيها أكيد طبعا سعيد وفرحان، لأن ال5 سنين اللي قضيناهم في الكلية كانوا فترة كلها جهد ومشقة. إن احنا في الكلية هنا مش بنهتم بس بالتعليم زي جامعات الهندسة اللي بره، احنا بنتميز عنهم كمان ان احنا كلية عسكرية، فأهم حاجة بتميزنا الانضباط العسكري.